مع تطور المملكة العربية السعودية، أخذ جيل الشباب السعودي يحث خطاه نحو التقدم والتفوق في ابتكار علامات تجارية قوية لتحقيق أهداف ريادية ملهمة. لمى العمار، الشابة السعودية التي انطلقت بمؤسستها قبل عام في عدة مجالات جديدة بسوق العمل، تروي لنا تفاصيل نجاحها. طبعاً مؤسسة بدايتها كانت من شخصين، أنا ومعي شريكتي وعد النعيمة، وبدايتنا كانت كلها تطوع، يعني حتى اللي اشتغلوا معانا كانوا متطوعين، حبوا الشغل قرروا يكملون معانا. بعد ما دخلوا معانا الناس لاحظت أنه في عندهم مواهب مرة كثيرة، وكل شخص يعني عنده موهبة غير عن الشخص الثاني. فقررت بعدها أني أفرع المؤسسة، أنها ما يكون مجالها شيء واحد، عشان أقدر أنا أستفيد من الشباب السعودي والشابات السعوديات اللي معاي. سويت 3 فروع للمؤسسة، الفرع الأول اللي هو التصوير والتدريب، الفرع الثاني اللي هو تنظيم المعارض والمؤتمرات، والثالث لبيت الرعب. ما الذي ينقص المؤسسات الصغيرة حتى تصل للعالمية؟ اللي ينقصنا للأمانة إنه التصاريح صعبة شوي إننا نطلعها، التصاريح الترفيه، التصاريح الأمن والسلامة، التصاريح هذه يبيلها شوي شغلة، والمادة يعني مادياً يعني شوي صعب، بحيث إنه الأماكن تحتاج مبالغ مرة كبيرة، والديكورات والخشب والحديد يعني تحتاج يعني مبالغ كبيرة، فهذا الشيء اللي حنا مصعب علينا. يشكل الشباب السعودي دون سن 30 الفئة الكبرى من الشعب السعودي، لذلك مع زمن الشباب تأتي الأفكار والمبادرات الجديدة، جاعلة أرجاء المملكة ساحة زاخرة بالإبداع والطاقة. مهند المالكي للإخبارية، الرياض.